السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد قباقة من قناة قباقة تي في الماسونية. الماسونية يا جماعة يعني بصوا هو حوار. أنا كشخص تعمقت سنين في الماسونية وبروتوكولات حكماء صهيون، وطبعا السلسلة اللي خلتني أبدأ في الكلام ده في سلسلة اسمها القادمون. الناس اللي عايزة تعرف في الماسونية تتفرج على سلسلة اسمها القادمون، في سلسلة تانية اسمها بنو إسرائيل، في سلسلة كمان اسمها جحر الأرنب. التلات سلاسل دول على اليوتيوب موجودين. التلات سلاسل دول هتعرفك يعني ايه ماسونية، وهتعرفك كل حاجة، والمسيح الدجال ده فين وظهر امتى وهو موجود دلوقتي. المسيح الدجال يا جماعة موجود. في حاجة فرق ما بين الظهور اللي هو هيطلع ونشوفه وبتاع، وفي فرق ما بين ان هو موجود او مش موجود. الظهور لسه ربنا ما عرضش، اللي هو عندنا في الاسلام اللي هو ظهور المسيح الدجال. الظهور لسه ما حصلش، لكن المسيح الدجال موجود من زمان. دي حاجة يعني مش محتاجة. المسيح الدجال زي ما شفته في مسلسل اللي هم صلى عليك النبي، في مسلسل النهاية المسيح الدجال مالوش زي سيدنا خضر كده، مالوش سن، ما بيكبرش، من الأبديين. فالمسيح الدجال زي ما شفته إياد نصار متصور في كل العصور وما بيكبرش، هو كده المسيح الدجال كده زيه زي الشيطان. فالماسونية عبارة عن المسيح الدجال والشيطان عملوا شركة مع بعض. الشركة دي عبارة عن ان هم يتوهوا الناس عن عبادة الله ويخلوا المسيح الدجال الاله، يقنعوا الناس بان المسيح الدجال الاله. فقالوا الشركة دي او احنا الاثنين الشراكة اللي ما بيننا دي لازم نسميها حاجة. سموها ايه؟ الماسونية. نقطة من اول الصوت. تمام. الماسونية دي بقى مش بص، هي مش بتتشبع. الماسونية دي مش تافهة ومش جامده برضو قوي، يعني هي مسيطره على العالم. مسيطرين على العالم بس يعني كل حاجه باذن الله يعني. ولكن اللي هو حوار ايه يعني، البيبسي مثلا مش ماسوني، البيبسي شركه بيبسي مش ماسونيه، ولكن بعد ما اتنشرت واتهشرت وبتاع الراجل صاحب الشركه بينضم للماسونيه. طبعا بيبقى ليها حاجات ميزات رائعه، طبعا حاجات وهم. بقول لك صاحب شركه بيبسي وكوكاكولا والناس دي كل الحاجات اللي في العالم دي ماسونيه، ولكن بتنضم ليهم. يعني هو الكلام في الماسونيه غريب وما يتشرحش كده بسلاسه، ولكن الماسونيه هي شراكه الشيطان بالمسيح الدجال عشان يلهوا الناس عن الدين والاسلام وعباده الله، وعشان يعبد يعني نوصل لمرحله ان الناس تعبد المسيح الدجال لما هيظهر وهيقول انا الله. هي دي الماسونيه ببساطه. يعني الماسونيه كتاب من ألف صفحه. اول سطر فيه في الماسونيه كده، اول سطر، الماسونيه هي شراكه بين الشيطان والمسيح الدجال. بس يعني انا كل اللي بقوله في الثلاث دقايق ونص ده اول سطر بس. عايز انت بقى تقرا الالف كتاب ربنا يكون في عونك. نصيحه مني، انت سيبك من حوار الماسونيه دي. الماسونيه دي ما بتعملش حاجه بعيدا عن اراده ربنا. يعني المسيح الدجال كده كده هيظهر. يعني احنا لو قعدنا نحارب ان المسيح الدجال ما يظهرش، كده كده هيظهر، هو مكتوب له انه يظهر. فنصيحه مني للناس اللي مالهاش في الماسونيه، ما تتعمقش فيها عشان ما تتروش او عقلها ما يحصلهاش حاجه. ولو هتتعمق ما تكلمش اي حد عن الماسونيه. يعني ما تقعدش تقول لحد ان هتلر كان بيحارب مع فضائيين. انت تعرف ان هتلر كان بيحارب مع فضائيين؟ انا بقول لك انت تعرف ان هتلر كان المسيح الدجال، وان هتلر ده اساسا الشخصيه الرئيسيه اتقتل بصغره واتحط مكانه المسيح الدجال في سن في عمر معين. شفت؟ ما ينفعش انا اطلع اقول كده. ليه هبد او مش هبد، او انت مش هتصدق، او هتقول اللي انت هتقوله او بتاع، وانت ما تعرفش ماسونيه. ولكن الماسونيه دي بلاش تتعمق فيها. من رايي تعيش حياتك طبيعيه، انسى ماسونيه، كل حاجه كتبها ربنا هتحصل، خير خير، شر شر، كلنا ماشيين فيها. وممكن سطر تاني برضو للماسونيه بمناسبه كورونا، ان الماسونيه عايزه توصل زي برضو ما شفته في مسلسل النهايه، الواحه عايزه توصل لمليار شخص على كوكب الارض، وان المليار دول يعني صفوه المجتمع. فالماسونيه كبيره 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 كبيره. والله الواحد يحلو لما حلق. فالمهم يعني الماسونيه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إذا اشتغل مع لايك شير سبسكرايب. أكيد طبعا ما فهمتش مني أي حاجة، وأنا عذرك طبعا. عايز تفهم سلسلة القادمون، وعلى فكرة اللي عاملهم شيعة، يعني القادمون دي سلسلة واحد شيعة عاملها، بس اتفرج عليها هتفهم برضو الماسونية. سلسلة بنو إسرائيل اتفرج عليها، شيعي برضو، ولكن اتفرج عليها برضو هتعجبك. وسلسلة جحر الأرنب، ودي عاملها مصري يعني مسلم سني زينا يعني. فاتفرج عليهم، متنساش تعمل لنا لايك شير سبسكرايب، قول لنا ايه رايك في الكومنتات. يلا سلام.